بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نشوفه أول فرد مع تلاميذ سنة أولى متوسط. وبالمناسبة نحب نذكركم أنه قناة مدرسة أمي إذا راهي تنشر دروس لهذا المستوى، ما عليكم إلا أنكم تراجعوها. يعني وعذروني الوقت مكانش باش نقدر نواصل، إذا أحيانا لما نلقى الوقت إن شاء الله رايحة ننزل دروس، لكن أنصحكم أنكم تابعوا قناة مدرسة أمي، يعني هي الأولى وهي الرائدة في هذا الميدان. إذا راهي تنزل دروس. إذا نبدأ إن شاء الله مع هذا أول فرد، بخومي دوفوار للفصل الأول، للمقطع الأول. إذا دوفوار خماسخية نيميرو أن لو تكست، إذا نقراو نكبرو باش نشوفو مليح. لو بروساج دي دون، اذا قريتو لو بروساج دي دون وفهمتو واش معناتها لو بروساج دي دون، يعني غسل الاسنان، فرش الاسنان. لو بروساج دي دون دوات اتر افيكتوي او موان دو فوا بار جور، يعني لازم يكون على الاقل مرتين في اليوم. ابري لو بيتي ديجوني، ابري لو ديجوني اي ابري لو ديني، عفوا 3 فوا او موان دو 3 fois par jour، يعني على الأقل مرتين أو ثلاثة في اليوم. إذن بعد فطور الصباح le petit déjeuner، بعد الغداء le déjeuner، و après le dîner يعني بعد العشاء. À l'aide d'une brosse à dents et un dentifrice، بواسطة فرشات للأسنان ومعجون الأسنان. Il peut éventuellement être complété par un bain de douche، يعني نقدروا ايضا باش يكون هكذا الغسل كامل نغسلو بان بان دو دوش، هي عباره عن سائل خصيصا فيه ماده الفلويد فلويد مركز، اذا نحلو في شويه ماء ونشلو به اسناننا بعد ان نغسلهم باش تبقى رائحه الفم طيبه، وايضا تمنع من نشاط البكتيريا الضاره. Le brossage des dents permet d'éliminer la plaque dentaire. يعني يسمح باش يزيل هذيك الطبقه اللي تتوضح فوق السن، الطبقه تاع الفضلات وبقايا الاكل. ريسبونسابل دي كاري، اذا هذيك الطبقه هي التي تكون مسؤوله على تسوس الاسنان، كاري دونتير. Et de lutter contre la mauvaise haleine، وأيضا لمقاومة رائحة الفم الكريهة، la mauvaise haleine. D'après l'hygiène des enfants en question، إذا النص هنا انتزع أخذوه من l'hygiène des enfants en question. Question أسئلة. Compréhension de l'écrit، فهم النص. 1. Souligne la bonne réponse، سطر الجواب الصحيح. Dans ce texte, l'auteur في هذا النص الكاتب A explique، B raconte، C décrit. إذا هذه الأسئلة تعودوا عليها، رايحين دائما تلقاوها، إذا لازم تفهموها تفهموا. إذا اليوم راني نشرح لكم باش تتعودوا عليهم، لأن في الامتحان الاختبار الله أعلم ما يشرحوا لكمش. إذا dans ce texte l'auteur، يعني في هذا النص l'auteur، l'auteur هي الكاتب. Explique A يشرح، B raconte يحكي، سي ديكري يصف. اذا هنا راه يشرح، اذا هذا اللي قريتوه في البروميير سيكونس لو تيكست اكسبليكاتيف، هنا راه يشرح. دوزيامون لو تيكست بارل دو، يعني النص يتكلم على ا لو لافاج دي مان، ا يعني غسل اليدين، ب لو بروساج دي دون او غسل الاسنان فرش الاسنان، سي يتكلم على دانتيفريز. اذا هنا لا ريبونس ب، il parle du brossage des dents. Déjà, on a vu le titre. Deuxièmement, répond par vrai ou faux. Ajib bi sah am khata. Le brossage des dents se fait une fois par jour. Elle قال لك الغسل الاسنان يتم مره في اليوم. اذا ديرو فو. لماذا؟ الجواب راه عندي هنا في النص. اذا شوفوا le brossage des dents doit être effectué au moins 2-3 fois par jour. على الاقل مرتين او ثلاثه. اذا هنا لا ريبونس سي فوس، يعني ديرو فو. ثانياً، le brossage des dents élimine la plaque dentaire، يعني البروساج الغسل الأسنان يزيل الطبقة اللي تتوضع على السن. إذن فغي، لأن الجواب راه عندي هنايا. Le brossage des dents permet d'éliminer la plaque dentaire responsable des caries، إذن فغي.
Troisièmement, le brossage des dents ne lutte pas contre la mauvaise haleine, يعني غسل الأسنان أو فرش الأسنان لا يقاوم أو يزيل رائحة الفم الكريهة. إذا هنايا فو، لأنه بالعكس ها هو لا. Et de lutter contre la mauvaise haleine, يعني يقاوم رائحة الفم الكريهة. إذا هنا نديرو فو، لأن هنا قالك لا يزيلها، وفي النص يقول لك يزيل، إذا فو. Troisièmement, les phrases ci-dessus sont affirmatives ou négatives. يعني هنا راح تحدد لي الجمل هل هي affirmative مثبتة أو négative منفية. إذا le brossage des dents n'élimine pas la plaque dentaire. كي نشوفوا هذه le ne ou le pas معناتها négatif. إذا négatif. Le brossage des dents lutte contre la mauvaise haleine. هنا ما كان aucun signe تاع négation، ما كان أي إشارة تاع النفي، ما كانش le ne pas, le ne plus, le ne rien. إذا affirmative. Affirmative, عفوا. B ou bien quatrièmement, le brossage des dents est très important car il élimine la plaque dentaire. يعني le brossage des dents مهم جدا لأنه يزيل الطبقة التي تتوضع على السن. إذن هنا هذا le pronom qui est souligné. Que remplace le mot souligné? ماذا عوض؟ لماذا استعملناه؟ هنا استعملناه باش يعوض لنا كلمة. ما هي الكلمة؟ هي le brossage. إذن لكي نتفادى التكرار في الجملة هي الحقيقة هي le brossage des dents est très important car le brossage des dents élimine. إذن le brossage des dents باش نتفادى تكرارها في الجملة الثانية، إذن نعوضها بالضمير المناسب اللي هو il، le pronom personnel il. إذن que remplace le mot. إذن le mot souligné هنا remplace le brossage des dents. إذن نكتبو le brossage des dents. خامسا ou bien cinquièmement le tableau suivant. Complète le tableau suivant. هنا كما نشوفو نشوفو منا الافعال في الافينيتيف، وهنا الاسم تاع الافعال يعني نوميلايزاسيون لو نون دو فيرب ولا لو نون داكسيون. عندك فيرب وعندك النون. هنا الاولى خلوها انا فارغه، بس عطاوني الاسم تاع الفعل اللي لازم يتحط هنا. عطاوني لافاج، لافاج سي لو نون دو فيرب لافي. بروسي لو نون تاعها هي بروساج. اليميني لو نون تاعها هي اليميناسيون. اذا هذا الجزء الاول، نشوفو الجزء الثاني. إذن الجزء الثاني، سؤال رقم 6، مي لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. دا لونفون بروبر، عفوا، عندنا لونفون بروبر لافي لو فيرب اونتر بارونتيز سي مان اي بروسي سي دون. إذن لونفون بروبر، لونفون اون بو لا رومبلاسي بار لو برونون إيل او سانغوليي. إذن نقولو إيل l'enfant propre نستبدلوها ب il. il lave avec e à la fin ses mains et brosse e à la fin aussi c'est des verbes du premier groupe ses dents régulièrement. Sixièmement, complète ou bien b complète la phrase. Complète la phrase يعني املا الجملة. Mon frère brosse les dents quotidiennement. Mon frère et moi. لما تكون et moi معناتها نستبدلوها ب nous. لما تكون et toi نستبدلوها ب tu ب vous. هذه هي قاعدة. إذن mon frère et moi on peut la remplacer par nous. Nous brossons. Brossons. إذن ONS à la fin les dents quotidiennement. Production écrite. إذن هنا met en ordre les phrases suivantes pour avoir les 5 étapes du lavage des mains. هنا قال لك رتب لي هذه الجمل لكي نتحصل على مراحل غسل اليدين. إذن عندنا je les savon يعني نستعمل الصابون. Je frotte mes mains pour quelques secondes يعني أحك يدي بعض اللحظات بعض الثواني. Je sèche avec une serviette أمسح أو أنشف أو أجفف بمنديل. Je mouille mes mains avec de l'eau propre يعني أبلل يدي بماء طاهر نظيف. Je rince mes mains ou chellilo yadaya. إذن هنا وراها اللي تكون الأولى. الأولى هي je mouille mes mains. أول شيء قبل أن نغسله رايحين أولا نبللو اليدين بالماء النظيف، ثم بعد ذلك نستعمل الصابون je les savon يعني نرغويهم. بعد عملية حط الصابون ماذا أفعل؟ أدلكهما أو أفركهما. إذن je frotte mes mains pour quelques secondes. ثم بعد ذلك كاسكو جو في جو غانس يعني أشلل يدي. جو غانس مي مان
وفي الأخير جساج أبيك إن سيرفيات يعني أجففه بمنشفة. والآن نشوفه مع الحلول. إذا بالنسبة للسؤال الأول، دون سو تكست لوتور إكسبليك، يعني درت نجمة صغيرة ولا تقدروا تسطروها ولا عندكم في الورقة تكتبوها. ثانيا، لو تكست بارل دو كوا؟ إل بارل دو بروساج دي دون. لو بروساج دي دون سو في أون فوا بار جور؟ فو، قلنا بلي يندار دو أو تخوا فوا بار جور. Le brossage des dents élimine la plaque dentaire, vrai. Le brossage des dents ne lutte pas contre la mauvaise haleine, faux. Adna, après, bon, la vidéo ou la tarte sera. Les phrases ci-dessus sont affirmatives ou négatives. يعني الجمل هذه حدد لي إذا كانت affirmative ou bien négative. إذا الجملة الأولى فيها إشارة ne ou pas معناتها négative. إذا نقولوا négative. ثانية ما نش نشوفوا الإشارة تاع النيجاسيون يعني الإشارة تاع النفي. إذا نقولوا affirmative. Le brossage des dents est très important car il élimine le nom, le mot souligné هنايا. Il remplace le brossage des dents. Pour éviter de répéter le brossage des dents dans les deux phrases, idem, on le remplace par le pronom relatif, pronom à fond, pronom personnel qui convient. Idem, complète, les verbes, les noms. Loula, c'est le verbe laver. Brosser, le nom taha, brossage. Éliminer, le nom taha, élimination. Idem, هذا الجزء الأول. ننتقل للجزء الثاني. إذن الجزء الثاني نيميرو 6 met les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. إذن سهل هذه. L'enfant propre lave ses mains et brosse ses dents régulièrement. B. Mon frère et moi, قلنا نستبدلوها بنو تولي mon frère et moi brossons les dents. علاش نو؟ باسكو فيها moi. كي تكون فيها moi معناتها نحن انا واحد اخر. كي تكون فيها اي توا يعني انت واحد اخر يعني انتم فو. الوغ دائما مع اي موا كي تشوفوا حاجه مع اي موا عرفوا باللي نو نو بروسون لي دون كوتيديانمون. هنا ترتيب فوالا، جو موي مي مان افيك دو لو بروبر، جو لي سافون، جو فروت مي مان بور كيلكو سكوند، جو رانس مي مان، جو سيش افيك اون سيرفييت. اذا وبهذا نكون كملنا. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله نحاول ندير أكبر عدد ممكن من الفروض والاختبارات بإذن الله. إذن هالجزء الأول باش تشوفوا مليح الإجابات، هكذا تدربوا على الآخر باش تولوا تعرفوا كيفاش تجاوبوا، ما يخلعوكمش لي سوجي. تقريبا كاع يتشابهوا، تقريبا كل ما أخذتوا في الدروس راح تلقاوه، ما راحش تلقاو حاجة جديدة. تكونوا متدربين، متعودين على الكلمات والعبارات. إذن فوالا، وبهذا نختم. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.